يكمل. ثم دخلت سنة 56 و600 سنة 656 هجري ذكر استيلاء التتر على بغداد. في أول هذه السنة قصد هولاكو ملك التتر بغداد وملكها في 20 من المحرم وقتل الخليفة المستعصم بالله. كان الخليفة كان ضعيف الرأي قد غلب عليه أمراء دولته لسوء تدبيره وهو آخر الخلفاء العباسيين وكان ابتداء دولتهم في سنة 32 و100 أي في سنة 132 هجري وهي السنة التي بويع فيها السفاح بالخلافة وقتل فيها مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية وكانت مدة ملكهم 500 سنة و24 سنة تقريبا أي ملك العباسيين وعدد خلفائهم وعدة خلفائهم 37 خليفة. حكى القاضي جمال الدين بن واصل قال لقد أخبرني من أثق به أنه وقف على كتاب عتيق فيه ما صورته أن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بلغ بعض خلفاء بني أمية عنه أنه يقول بلغ بعض خلفاء بني أمية عن علي بن عبد الله بن عباس أنه يقول إن الخلافة تصير إلى ولده أو ولده يعني شخص ينقل رواية ينقل قولا ينقل حديثا ينقل أثرا عن من سبقه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عن التابعين قال إن الخلافة تصير إلى ولده أو إلى ولده. ماذا فعل الأموي؟ فأمر الأموي بعلي بن عبد الله بن عباس. هذا علي ابن حبر الأمة ابن عبد الله بن عباس فحمل على جمل وطيف به وضرب وكان يقال عند ضربه هذا جزاء من يفتري ويقول إن الخلافة تكون في ولده أو في ولده. بعد هذا كيف تتوقعون أن أهل البيت سلام الله عليهم وأتباع أهل البيت وأصحاب النبي وأتباع الصحابة سلام الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين كيف تتوقع من هؤلاء يصرحون بولاية أهل البيت بأحقية أهل البيت بأفضلية أهل البيت سلام الله عليهم بأفضلية علي وآل علي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بأفضلية آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجزى الله العلماء المحدثين الكتاب الرواة المؤرخين الفقهاء من السنة ومن الشيعة في الوسط ذاك الإرهاب الأموي والتكفير الأموي نقلوا لنا حقائق كثيرة وأدلة كثيرة وحجج دامغة على ما نحتج به على المارقة وعلى التيمية فجزاهم الله خير جزاء المحسنين. يكمل يقول فكان علي بن عبد الله المذكور رحمه الله يقول إي والله لتكونن الخلافة في ولدي لا تزال فيهم حتى يأتيهم العلج من خراسان فينتزعها منهم فوقع مصداق ذلك وهو ورود هولاكو وإزالته ملك بني العباس. تعليق أين الإنصاف وأين الضمير الحي وأين العقل؟ مجرد أنه نقل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد الصحابة أو التابعين أو عن والده حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه ففعل به الحاكم الأموي ما فعل. فكيف إذن الحال بآل بيت النبي المصطفى عليهم الصلاة والسلام
وكيف بشيعتهم؟ فكم من الحقائق والوقائع والأحاديث الصحيحة قد دفنت وطمرت وخفيت عن المسلمين بسبب الإرهاب والإجرام الأموي. وكم علينا أن نشكر ونقر بالامتنان والعرفان لكل علماء المسلمين من السنة والشيعة الذين جازفوا وضحوا كثيرا من أجل أن ينقلوا لنا ما يرشدنا إلى طريق الهداية والاهتداء، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين.